الوتر قبل صلاة الفجر أو كده، فتصليها قبل ما تنام مفيش مشكلة خالص، ولو حبيت تصلي في آخر الليل فهذا أفضل. لكن عموما كمان حتة إن أنت تصلي 4 ركعات وبعدين تصلي 11 ركعة من الساعة 4:30 ل 5، أظن هيبقى الوقت قصير. أنا أفضل لحضرتك في الوقت ده، ولو هتصلي 4 ركعات أو ركعتين بتدبر وخشوع وتطويل فيها، أنا ده أفضله أكتر من إن كثرة الركعات. لكن طبعا عند القيام، عند قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، أفضل طبعا أول ركعتين بس اللي يبقوا خفاف، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة 3 عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد. تخيل حضرتك المشهد العجيب ده، الشيطان يجي ورا هنا كده يروح عائد عقده يروح ضارب عليها يقول عليك ليل طويل فارقد، اوعى تصحى، وبعدين يقعد الثانيه ويقعد الثالثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل بقى العقد دي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه وضح لنا في هذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: فاذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده. يبقى يسن لنا اول ما نقوم من النوم نذكر ربنا سبحانه وتعالى، انحلت عقده. فاذا توضا انحلت الثانيه، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا، والا لو ما عملش كده بقى والا اصبح خبيث النفس كسلانا. سبحان الله. يا ناس سبحان الله، يعني لما كل ليله 3 عقد بتعيدوا على مؤخره راس الانسان وهو ما بيقومش يصلي لا قيام ليل ولا فجر ولا بتاع، تخيل حضرتك بقى والثلاث عقد ما زالت موجوده، والشيطان يجي له الليله اللي بعدها يقعد 3 غيرهم، واللي بعدها 3 غيرهم، يعني على سنه يبقى المساله هنا ستيريو خالص يعني. ربنا يعافينا يا رب. المهم نكمل الموضوع. ولا في اتصال ثاني؟ في اتصال ثاني؟ طيب ماشي نكمل. يبقى رقم 4 ان الصلاه او ترك الصلاه عموما سبب في حرمان العبد من الرزق. سبحان الله، الانسان يا جماعه يعامل بنقيض قصدي. يعني ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. الانسان اللي هو عايز يعمل اي امر من الامور، ابتغاء الرياء والسمعه والمحمده والثناء من الناس، ربنا سبحانه وتعالى يسخر قلوب الناس ان تثني على هذا العبد شرا ولا تثني عليه خيرا. شوف المساله، هو عايز يعمل الموضوع ده مش لله، هو عايز يعمله عشان يتقال ان هو ما شاء الله ده حاجه يعني، ويثنى عليه شرا عياذا بالله. نفس الحكايه، اللي بيسيب الصلاه ومش عايز يقفل محله، او عايز او مش عايز يسيب الشغل بتاعه عشان يروح يصلي عشان خاطر الرزق يزيد، ربنا بيعامله بنقيض قصدي، فبيكون تركه للصلاه سبب في ضيق الرزق، او على الاقل في ضياع البركه من هذا الرزق. يعني واحد صاحب محل يقول لك انا المحل بيدخل عليا في اليوم كذا، انا لو قفلت ظهر وعصر ومغرب وعشاء يعني ساعتين كده، ساعتين دولت ممكن يجيبوا لي ربح لا يقل عن 100 جنيه، فانا حرام علينا نقفل. فيقوم فاتح المحل وسابه زي ما هو، يا اما يسيب الصلاه خالص يا اما يصلي في المحل رغم ان المسجد جنب المحل. فيحصل ايه؟ يعامل بنقيض قصدي. يكسب ماشي، بتكسب كام في اليوم؟ بكسب مثلا 300 جنيه في اليوم، ال 300 دول زي ما هم، لكن البركه بتاعتهم تبقى بقيمه 3 جنيه. تبص تلاقي المصاريف يمين وشمال، والواد عيان والزوجه مش عارف ايه، والاولاد لازم كل حاجه عندهم بدروس خصوصيه، مش تلاقي كل الفلوس عماله بتتبخر كده زي البخار. او حاجه تانية بقى، صوره تانية، ان هو كان بيكسب 300 جنيه كل يوم، لما ساب الصلاه يبقى الرزق بتاعه مثلا ايه 50 جنيه في اليوم، وهو بيعمل كده عشان يوفر وقت عشان يقدر يكسب اكتر، فساب الصلاه، فربنا سبحانه وتعالى يعامله بنقيض القصد عياذا بالله. يبقى وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وسبحان الله، يعني انت لما حتى تيجي تتعامل مع الناس في امور الدنيا، مثلا على سبيل المثال تسال واحد ما بيصليش ليه؟ فبعضهم طبعا يعني ايه يكون مكسوف يقول لك انا ما وصلش مش فاضي، او مكسوف يقول لك اصل انا ما بحبش اصلي بصراحه يعني، او واحد يقول لك مثلا انا لا، ممكن واحد يكسف كده يعني يقول الكلام ده، فيقول لك كلام تاني خالص، يقول لك ادعي لنا والله ربنا يكرمنا كده، لما يأذن ربنا سبحانه كله بامره يا اخي سبحان الله، واحنا بنتحرك ده الانفاس بامره، ده احنا ما فيش خطوه بنخطيها، وما شاء الله شوف الايمانات والايمان بالقضاء والقدر، ما بنخطيش خطوه الا بامر الله سبحانه وتعالى. طيب ماشي، نفس الشخص يروح يستلف منه 1000 جنيه، وبعد ما استلفت 1000 جنيه جه ميعاد السداد، فجاء بيقول لك فين يا فلان الفلوس؟ يقول يا اخي كله باذن يا اخي سبحان الله، كله بامره، لما ياذن ربنا سبحانه وتعالى ده كل حاجه بتقدير ربنا، هيرضى؟ الله يقتلك. خدت بالك؟ طبعا اتصال وهيكون صاحب ال 1000 جنيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يكرمك، الله يعني احبك في الله. حبك الله يكرمك، ربنا يخليك. والله كان عندي سؤال كده بس،
يعني هو متعلق بالصلاة برضو، بس احنا عندنا مشكلة في العمل. نعم. ان الراجل اللي بيصلي بينا امام دون يعني لا يجيد قراءة الفاتحة. نعم. فعامله مشكلة معانا في الشغل وكده. نعم. ان احنا بنصلي جماعة اولى. نعم. بالذات في صلاة الظهر. نعم. فالواحد يعني مش عارف هل يصلي جماعة أولى ولا يصلي جماعة تانية. نعم. ولا يعني مش عارف، احنا نصحناه كذا مرة لكن. نعم. هو مصر ان هو يقف امام وهو لا يريد قراءة الفاتحة. نعم. فهل صلاتنا صحيحة ولا نصلي جماعة تانية؟ اول حاجة وجزاك الله خيرا، ربنا يرفع عمرك ويحفظك، ربنا يعزك، واسألك الدعاء لي بالهداية ولوالدي بالمغفرة والرحمة، ربنا يهديك ويغفر لوالدك ويرحمه ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اقول لحضرتك حاجة، احنا دايما في مسألة اختلافاتنا على الامام اللي بيصلي بينا، انا بتمنى ان احنا نقرب المسافات بيننا وبين الائمه. يعني بمعنى ايه؟ معنى امام بيصلي بينا، الامام ده ممكن يكون قراءته غلط، فبدل ما نعتزل هذا الانسان ونعتزل المكان ونحسسه ان احنا مش موافقين على ان هو يكون امامنا، طب ما تيجي باللين كده وبالرحمه نعمل معاه قعده من غير ما نحسسه بان هو يعني ان هو غلطان. بمعنى تعالوا يا جماعه نعمل جلسه قراءه وامامنا معانا، ربنا يبارك فيها نورنا ان شاء الله. طب تعالوا يا جماعه نبدا نقرا القران من اوله، من اول الفاتحه، يكون معاكم اخ ما شاء الله بيجيد الاحكام ونبتدي، تعالوا نقرا كلنا وكلنا نصلح لبعض، احنا بنتعلم من بعض. يعني ما تحسسوش حتى الامام بان انتوا بتعلموه، لا ده احنا بنتعلم منك، ونبتدي نقرا، وده بيقول والتاني بيصلح له، وده بيقول وده بيصلح له، وهكذا لحد ما نيجي لحد هذا الرجل لما يقرا لو في غلطه وحد بيصلح له هو مش هرفض. بدل ما نقول له انت قراءتك غلط والصلاه بتاعتك كذا واحنا مش هنصلي وراك، فنعتذر فنعين الشيطان عليه. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو نفسه ممكن في خلال الجلسه الطيبه ديت هو ينظر فيرى من هو افضل منه في القراءه، ففي اللحظه ديت يقول لا ده انت اولى. فلما بتيجي بالشكل ده، وعن تجارب والله العظيم انا اذكر يعني كنا زمان واحنا صغيرين كنا